إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى الدنيا ذن إسرايا إن كانوا إن أبوري أبوك إن أبورينا حكمة وين أيا وكرها الله جل وعلا وحليها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جن يا إنس ومن أبورا إن يعبدان كرغي موياني إن عبادة ذانيك إي برحترا موياني وحكرا ومن أبور بإله جل وعلا الله جل وعلا ولا ريال وحاوين فرين إن عبادة كرغ وبرحترنا وإن كرغ مخاين أطعنا عبادتنا وإن معنى بلارن تاي وحاولي شيخ الإسلام ابن تيمية، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. عبادة سوق حياة وحولي عبادة ومرع كستو كوب سنايا إلهي سبحانه وتعالى وحكستو تعيري هاي الدياء موقتو يا دياء قرصان تهيبا. وغريال إلهي سبحانه وتعالى دوية ذن أيوين كاني إساقو مخاين امتحاما يا إنسان كنو وحاو مريا مراحل آدياد فغبضا. إلهي سبحانه وتعالى إنسان كوحاو تمامي إنو كأبو رعدو في رغيدة مني ومن إذا آبها كيمان سيغفق جريسه يدا بيهيغا سادر تتبع إلى هيرها الأتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وغريال الدنيا أين كنا النهي وأين كنا امتحام النهي إلهي سبحانه وتعالى أدومها وحيا وبضن أياه كو امتحاميا. إلهي سبحانه وتعالى عمرك كسيي واو كو امتحاميا وانا فرصد إلهي سبحانه وتعالى وقترقري إن أي مكا أدومها يكاقصر هاي قاتان ما المها كوبنا يدو يدا. إلهي سبحانه وتعالى أدمي وحاو سخري قرحدي عدعدي هبينك يا مارنتي وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وغريال إلهي سبحانه وتعالى وحوين قمنا يستين نعم آديات فغبضا وحاوين وسخري وحلالي وحسموينك يردو لك يهن تورد حيسبة إلهي سبحانه وتعالى ينوس خلي سينوك كرميس إلهي سبحانه وتعالى طاع ديسة الله جل وعلا وحوين صدق رسوله وقيم بضنا وحوين صدق كتاب وينوك عدين يوح كستوين فعي في آخره يوح كستوين رباطين كتاب إلهي وحوين عدين يوح كستوين واجبي
يوح كستوم خاو حويان إلى سبحانه وتعالى وينقم ممنوعي وغريال إلى سبحانه وتعالى وحاو كدقين وشن أدوية دار عمل دار شقيستو الله سهيقاتو آخر آخرنا وحاو كدقين ميل أدوما هرقو أبار مرنايو سادهتد بوحور علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبرة وحاول الدنيا دي ويدبتش هذي آخرنا وين سوقا بشي لبدو دامت كستاب وحولي هيدد داد الدنيا نقننا داد آخر النقض بوري فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ما تورى شقي سنة يا بوري إفكي بغتورة أوقف عمل أياه شقينا يا آخرنا عمل متري وليس أبار مرنا يا سادهتت با إلهي سبحانه وتعالى وحوينو قدقي نرشن يرى أدويو إناني إن الدقينو آني نقا مشقور نرشن باقر آخر الله جل وعلا وحوري يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى نرشن الدنيا ساين تمامنا وحاو كدغي دار الامتحان أدونك نوحا لغا باهن يهي مرحلة ذا كسو مرايا إنو مخا وحاويا كسبرو إلهي سبحانه وتعالى آدمي مخي وأبوري واو شرف وماموس وكرامي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ورغيال الدنيا ذنهتين وشوغنا صدح عرمات أيين اسكو قد قدومينا أريتكو وادو حويان ونعم إلهي سبحانه وتعالى وكوكو من نستيادغة أولاقا قاقا باهن يهي إن المخا إلهي سبحانه وتعالى أدو قمهد عرسو ما هدنا قاد إلهي وقام هدنا عرين سانا صدح ركني أياه وكتير سيئي كو وإن أطيقتان نمعاد إلهي سبحانه وتعالى وكسيي وإن أتكورنتا وإن أدمكاو أذيك ستا إلهي سبحانه وتعالى غالي أهشيسا حالة غباد وحويا حالة قف قستوي نقم إذا يعني غسو الدهسيسا إلهي سبحانه وتعالى الدنيا دان أطوان خواهو كو امتحاميا بباتو انفغبضان ايا قصو مرايا وحانا الوغبا هيا أطوكين قصبرو او مخاوو أتكيستو إلهي سبحانه وتعالى وحقوكو امتحاميا بباتو انك النعيدو ذكر الدوان الله وحور ولنبغو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله جل وعلا وحوله وحنقوا امتحامنا شيء كمدا عبسدا يقاتدا يمره الله نسقامي النفها إلهي وحوله وبشر الصابرين وبشاري وحوله كوى صبرايا إلهي وبشاري وكوى مكي مصيبة ختمادو أرنا إنا لله وإنا إليه راجعون
إلهي أيه نقنيان وحي أكسونيهين الدنيا ذن إلهي كتغيان أمك إلهي سبحانه وتعالى لعلنايو إلهي كوا وربشاري أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله جل وعلا وحاو ترمامي قفك الدنيا ذن كو صبرا لباتوي كمكا كسو درسيا إلهي سبحانه وتعالى وربشاري إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نبي قيلنا صلى الله عليه وسلم وحاولنا قوارمي قفك ابن آذنك أما إنسانك مسلمك لبات الدنيا ذاك ورمسو درستو حتى حمد حتى يعني قضح ضيارك مدة إلهي سبحانه وتعالى دنبي أيوم خاو كاردافيا خاو حربان ولا ريال ما دام الدنيا ذاك دباتوين أين قصو مغيان إن أين مخاو صبرنو أين مخاو حويان أدو قاضنو سيبا دي مصيبة يقو دعضو وإن أدمخا إلهي سبحانه وتعالى أنقطا أدمخا كلمة إلهي سبحانه وتعالى وإن فرايو إن أدمخا أدخل دواغضو إنا لله وإنا إليه راجعون ولا ريال حالة صدحات وحالة نقوي ابتلايي شيطان وعدو غير كوادة إنسانكو عدو قوين أولي هاي وشيطان هاري أبن وحاو هيري هاي سدو ينور من لها وما كاتتك حقا ينوبار من لها إلهينا سبحانه وتعالى قرآن كايا وينو عدي عداوة الشيطان كي وحويان محاقر هذا الشيطان كا إلهي وحور إن يعني إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا الله جل وعلا وحوري شيطانكو إن بن آدم وحاويهي يعني عدو مد عدو أهو عدو دي سمخا أي عدهي وقال لي وحوى باهيهي إلا إنو شيطان كمخا وحويهيان غجهادنو نفيا شيطان دي كوهيشيان ميل هاليسابي كاردعيان وحاني هريها بيبكو فغيان حمانتا سادح تيدوى النفط وحققات كذا يا شيطانك إن مكاو حويا لخرافو نفط هذا وينات حسابسا أو حي مكاو كفرس مكادو حويا خرافتا سادو قادو إلهي سبحانه وتعالى ليبانتيسا إلهي سبحانه وتعالى وحين كبرينا بأسماء الحسنى وصفات العلا إن مكان في شيطان شكوك ينقبت باديو اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وأصلح له بطانته يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.